النهارده هنعمل ساندويتش هاش براونز بالهوت دوج والبيض. المكونات بسيطه جدا، عباره عن هوت دوج مسلوق وبيض وزبده، وهنستعمل شويه ملح مع البطاطس. البطاطس دي مبشوره بشر خشن، هنعمل منها الهاش براونز. سخنا شويه زيت، ناخد شويه من البطاطس المبشوره، نعملها شويه ملح، مسخنين شويه زيت، ناخد شويه كمان، نحطهم في الزيت برضو. احنا بنحاول نعمل ان كل واحده فيهم تبقى زي يعني تعمل قرص كده لوحده. هنسيبهم لحد ما يمسكوا، وبعد كده هنجيب زبدة نسخنها، نجيب الهوت دوج، نديله بس وش كده في الزبده. البطاطس هي مسكت في بعض، بقت عامله زي طبقه اهي. سيبها شويه كمان. دلوقتي ممكن نحط البيض على النار مع الهوت دوج. طلع الهوت دوج، نجيب طبق، نحط واحدة من الهاش براونز، ممكن واحدة الطماطم، نحط البيض فوقيه، رشة فلفل، نديله ضغطة كده، نقدم معاه شوية جورنش